السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم كنت غادي نوجد الكوتي هكا حريشات كيطيبو في الفران، قلت علاش لا نصورهم معاكم، إن شاء الله غادي يعجبوكم. المكونات ديالهم بسيطة في متناول الجميع، كيف كتشوفوا كيجيو غزالين شهوة منهم، تقدروا توجدوهم للفطور الكوتي هكايا تكون عندكم في الطبلة، كيوجدوا بسرعة. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمكونات اللي غنحتاجو في الوصفه ديال اليوم. بالنسبه للمكونات، عندي جوج ديال البيضات، جوج خمارات من فئه ديال 8 غرام مع فانيا وحده، عندي ياغورت ديال الفاني، عندي كاس ديال الكوك، كاس زيت نباتيه، عندي ربع كاس ديال السكر سنيده، وعندي ثلاثه الكيسان ديال السميده رقيقه يعني خاصه بالحرشه. عندي هنا حامضة محكوكة، يعني قشور ديال حامضة محكوكة أو القشور ديال البرتقالة، كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تستغنوا عليه، وقبصة ديال الملح. بالنسبة للعبار، أنا عبرت بالكأس ديال العنبة، نفس الكأس كنعبرو به الزيت والكوك والسميدة. بالنسبة للسنيدة أنا درت غير ربع كأس على حسب الحلاوة، كيبقى لكم نتوما الاختيار، يمكن لكم ديرو حتى سنيدة نفس الكأس على حسب الناس اللي كيبغيو الحاجه تكون حلوه. دابا غادي نبداو على بركه الله بطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ واحد البول، غندير فيه جوج ديال البيضات، غادي ندير السكر سنيده، غادي نضيف ساشي ديال الفاني، وغادي ناخذ طراب وغادي نطرب. بالنسبه للمكونات، عندي جوج ديال البيضات، جوج خمارات من فئه ديال 8 غرام مع فانيا وحده، عندي ياغورت ديال الفاني، عندي كاس ديال الكوك، كاس زيت نباتيه، عندي ربع كاس ديال السكر سنيده، وعندي ثلاثه الكيسان ديال السميده رقيقه يعني خاصه بالحرشه. عندي هنا حامضه محكوكه، يعني قشور ديال حامضه محكوكه او القشور ديال البرتقاله، كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تستغنوا عليه، وقبصه ديال الملح. بالنسبه للعبار، انا عبرت بالكاس ديال العنبه، نفس الكاس كنعبروا به الزيت والكوك والسميده. بالنسبه للسنيده انا درت غير ربع كاس على حسب الحلاوه، كيبقى لكم نتوما الاختيار، يمكن لكم ديروا حتى السنيده نفس الكاس على حسب الناس اللي كيبغيو الحاجه تكون حلوه. دابا غادي نبداو على بركه الله بطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ واحد البول، غندير فيه جوج ديال البيضات، غادي ندير السكر سنيده، غادي نضيف ساشي ديال الفاني، وغادي ناخذ طراب وغادي نطرب. يمكن لكم ديروهم في المولينكس اولا تطربوا بالخلاط اليدوي. صافي، كيف شفتوا بعد ما كينسجم لينا الخليط كيولي على هذا الشكل كريمه وبيضه. دابا غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الياغورت، غادي نضيف هذيك القبيصه ديال الملحه مع القشور ديال الحامضه، صافي، وغادي نعاود نطربها.
صافي. دابا غادي نضيف هذاك الكاس ديال الكوك، وغادي نضيف نحل بعدا هذوك الخمارات باش غادي نضيفهم في الوسط. يعني مني هنا راه العبار عندي كلشي معبور، يعني راه عابره عاد فاش حاطه في غادي نضيف الخمارات. غادي ندير الكمية كاملة اللي عندي ديال السميدة، صافي. دابا من بعد ما خلطنا العناصر كاملة كيف كتشوفوا راه كيجي خليط على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليها واحد الخمسة ديال الدقائق ولا عشرة، هي ترتاح واحد شوية، يعني نحسو غير ب ما غتبقى تشرب لينا شي شويه ديك السميده مع الكوك، ما غتبقاش سائله بزاف اصلا. هي ماشي هو القوام شاد في راسو كيف كتشوفوا. صافي هنا البنات من بعد ما كترتاح ليا، يعني الحرشه ديالي داك الخليط كيرتاح كيف ما شفتوا، ها هو كيولي بحال هكا، يعني كنقدروا نتحكموا فيه ونقدروا اننا نشكلوه. خديت هنا واحد جوج معلقات ديال سميده رقيقه وجوج معلقات ديال الكوك، خلطتهم مع بعضياتهم باش نفند فيهم. عندي هنا اللاطه مدهونه بالزيت. واحد الحاجه البنات بالنسبه للفران، راه دابا درتو كيسخن، خاص الفران يكون سخون باش انفو تدخلي الحريشات ديالك يجيو مشقين من الفوق. دابا غادي نبداو نشكلو الحريشات ديالنا. غادي نبداو البنات ناخذ واحد يعني العبار بحال هكا ديال معلقه كبيره، يعني حنا كنتحكموا في المقدار، بغيناهم كبار بغيناهم صغار بغيناهم متوسطين بحال هكا كيف شفتوا، كتهز لنا بسهوله صافي. وكان نحاول انني نفندها في هذاك السميده مع الكوك، وكنبقى ندير لي غير هكا حركات بهذا الشكل. كتجي على هذا الشكل هذا صافي، كنحطها في اللاطه. غادي نعاود معاكم واحده اخرى. نحاولوا اننا نبعدوهم شي شويه مع بعضياتهم لانهم يعني كيتزاد الحجم ديالهم. صافي البنات انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي من بعد ما كنكمل الكميه كامله اللي عندي كيف ما شفتوا، عندي هذا القياس ومازال عندي في اللاطه الاخرى، غادي ندخلها للفران. دابا الفران كيف قلت لكم مشعول من قبل سخون مزيان، غادي ندخلها شاله على العافيه من الفوق حتى تبان ليا تشقات مزيان، عاد غادي نطفي الفوق نشعل لتحت نخليها طيب ليا من التحت وتاخذ داك اللون الذهبي ديالها، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هو هذا الشكل النهائي البنات ديال الحريشات اللي وجدت معكم اليوم، حريشات اقتصاديين هكا ساهلين دغيا كيوجدوا بسرعه للفطور ولا الكوتي، كيجيو غزالين محمرين هكا في هذا اللون ديالهم غزال، كيجي واحد اللوغو ديالهم زوين بزاف غيعجبوا الكبار وحتى الصغار ان شاء الله، وليدات ديالكم يحماقوا عليهم. بطبيعه الحال الا جربتوهم خليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ان شاء الله غادي يعجبوكم. وما تبخلوش عليا بلي لايك على لا فيديو باش تشجعوني ان شاء الله نزيد المزيد من الفيديوهات ان شاء الله اللي نشاركها معكم. كيف كتشوفوا البنات ها هو
كتجي هكايا كتجي زوينه بزاف، يعني هي شارحه راسها، ما تحتاجش انني نزيد نشكرها، كتجي غزاله. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله وتبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب ديالكم. مبقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد على قناه اسماء ام عمران.